معاهم لانه كان في ارهاصات كده انه احتمال يبقى في نوع من الرفع يعني. والحقيقه احنا خدنا رفع ايه الاسعار؟ الاسعار هو لازم هيرتفع ده لا مناص. لو عايز دواء يبقى لازم هيرتفع. مش عايز دواء خلاص لا عايز دواء تمام يبقى لازم عايز دواء بالظبط يبقى دواء البرد بينزلوا يدوروا عليه مش بس لقيم. خلينا نتكلم بمنطق تاني خالص موجود ولا مش موجود يا فندم في ازمه دواء واضحه بص حضرتك احنا رفعنا 20% انا اسف معلش للدكتور محمود قال ما فيش ازمه حضرتك بتقول لي في ازمه دواء واضحه طبعا اتفضل يا فندم في نقص ملحوظ في ادويه كثيره جدا اتفضل يا فندم وفي ايضا نقص احيانا البدائل موجوده يعني الدواء زي ما الدكتور محمود بيقول انا هاخد دواء معين او نوع من الدواء معين ممكن الاقي له بديل او اثنين او ثلاثه موجودين نعم. وبالتالي مفيش ازمه لكن لو انا عيان بستريح على الدواء ده او الدكتور بيقول لي الدواء ده هو الاساس بتاعك مش هلاقيه فعندنا القضيه كلها ان الناس اللي هي ملتزمين النهارده بحس وطني وقال لك ان احنا يعني شهر مش هنتكلم في حاجه غرفة الأدوية مش هنتكلم في حاجة لكن بعد كده نتكلم ازاي مفيش حاجة اسمها حرفع الأدوية 20% أو 30% يبقى أنا كده الحقيقة عشوائي الفكر والقرار حضرتك في أدوية بتكسب والكلام ده اتقال كل النهاردة معاهم مع كل الصناع في أدوية بتكسب أوفر 500% وفي ادويه بتكسب 100% وفي ادويه بتكسب 60% هتزعل دكتور محمود لا خالص لا احنا بنقول كلام بقول نفسي نفس وفي ادويه بتخسر احنا عايزين نتعب مع بعض كده الاداره المركزيه للصيدله اللي هي تابعه لوزاره الصحه ومجلس النواب واتحاد الصناع ونقابه الصيادله وكل المعنيين بموضوع الدواء تمام ونقعد احنا عندنا 7800 دواء موجودين المتداول منهم فعلا لا يزيد عن 3000 وشويه لكن دي كلها حاجات اسماء ادويه رسل اللي بيشتغل 3000 الحيوي منهم 1700 دواء تقريبا اللي هم لو قل اموت موجودين ولا مش موجودين لا في بعضهم في بدايل يعني في بعضهم ناقص وبدينه موجود في بعضهم مش موجود زي ما كنا بنتكلم على ادويه الدم والحاجات دي كلها في ادويه مش موجوده طبعا وفي امراض زي الهيموفيليا العيانين بيفقدوا اجزاء من جسمهم لان الدواء مش موجود فيعني في فعشان اخلي الدنيا تبقى ماشيه صح انا في ادويه لازم هرفع سعرها بقيمه توصله للمكسب اللي يتفق عليه كل هذه الاطراف يعني انا عايز اكسب كام مش هنوصل ل 20% لا لا اصل 20% كانت على ايه على كل الادويه اللي تحت 30 جنيه فرحت واخد العاطل في الباطل يعني خدت اللي بيخسر مع اللي بيكسب ورفعته نتكلم في كام 15% لا مش القيمه انا هتكلم في قيمه ربح المصنع اللي بيشتغل ده سي 40% هو عايز يكسب 40% 50% 60% هنتفق عليها الدواء بقى لما اطلع انا بقرار وزاري او قرار طالع من المجلس او من اي مكان بيقول سيتم رفع سعر الادويه التاليه بمقدار كذا الدواء اللي بخمسه بقى ب10 مش عارف ايه الكلام من ده واروح راصص 100 دواء وقصادهم سيتم خفض اسعار الادويه التاليه بهذا المقدار واروح راصص 50 دواء بمقدار مثلا 20 جنيه في الدواء ده 30 جنيه في وممكن انزل ب 100 جنيه احيانا في بعض الادويه لانه بيكسب فوق المتصور ومتسعر بقاله مده طويله فهو كسبان فانزل ده واطلع ده المواطن هيحس ان في حد معني بيه حد بيفكر انه يرفع حاجه عشان الشركه ما تفلسش وينزل حاجه عشان المواطن ما يتبهدلش في كل حاجه انا كده بقى بفكر في مواطن بفكر برضه في مستثمر مصري ما هو صاحب الشركه ده مش عايز اخسره وعنده عمال وعنده ناس بتشتغل ولو مش عايزه يقفل ومش عايز ولو قفل الناس دي هتموت من الجوع برضه العمال بتوعه هيتسرحوا فلازم فكرنا يبقى بهذا الشكل الموائمه بين الكل مش قررنا رفع اسعار الادويه اللي تحت مثلا 100 جنيه 20% وزير الصحه امبارح قال ما فيش رفع لاسعار الدواء هي تصريح طبعا يعني الوزير انه يعمله لكن هيبقى صعب جدا لان ببساطه الشركات هتبطل يعني انتج ازاي يعني البديل اللي ده هتبطل هو هينتج مش هتبطل اللي بيخسر وتشتغل على اللي بيكسب وتكمل وكسبانه لانه انا مستحيل هروح استثمر لي 30 40 مليون ولا 2 مليار ولا وتقول لي اخسر يعني انا برضو راجل عايز اقدم مرتبات للي بيشتغلوا عندي عايز اعيش عايز عايز فهو الحقيقه هم بيكسبوا كتير في حتت كتير عشان كده ما تفرقش معاهم يعني ما تقولش ان في شركه بتتضر لا هو بيكسب في حاجات تانية وبيخسر في دي لكن في لو هو بيتضر هيقفلها تاني يوم هو ما يقدرش يقفلها تاني يوم الا اذا فعلا خسر لكن هو الحاجات اللي بتكسب بتكسبها انزل لي باللي بتكسب طلع لي اللي بيخسر خليهم كلهم في مستوى واحد كمل شركتك اشتغل المواطن ما يحسش بمعاناه دكتور احمد انتوا كنقابه دوركم ايه وايه ترتيبات اجتماعات مع بالنسبه لكم كنقابه صيادله